السلام عليكم يا باشمهندسين، هنبدأ في الفيديو دوت نتكلم عن تشابتر 1 في كورس المومنتم ترانسفير أو الفلويد ميكانكس. عندنا تشابتر 1 عنوانه Introduction and Basic Concepts، فهو تشابتر بيدينا بس مقدمة لعلم الفلويد ميكانكس وبيبدأ يعرفنا على المفاهيم الأساسية اللي احنا هنشوفها في التشابترز المختلفة أو الأسس اللي هيتبنى عليها حتى الإثباتات الرياضية بتاعتنا. تشابتر 1 فيه أكتر من نقطة، ولكن إحنا في الفيديو دوت هنبدأ بس نتكلم عن أول نقطة فيه اللي هو مجرد فكرة عامة ومقدمة كده عامة عشان نفهم إيه المقصود بالفلويد ميكانيكس. زي ما بنبدأ دايما نتعرف على الأهمية بتاعت دراسة أي علم عندنا، فبهنا بنقول إن فكرة إن حضرتك تدرس الفلويد ميكانيكس أو إن أنت تقدر تفهم understand the flow behavior of fluids اللي هي طبيعة الحركة بتاعت الفلويد، دي واحدة من الحاجات الأساسية لأي مهندس كيمياء بيكون موجود. طب ودوت ليه؟ ده لأن في fluids كتيرة جدا بproperties أو خواص مختلفة بتستخدم in several industrial applications أو في مختلف التطبيقات الصناعية، سواء الصناعة ديت كانت صناعة كيميائية أو صناعة بترول أو حتى الصناعة بتاعت الأدوات الطبية والأدوية أو صناعة الأطعمة أو البوليمرات أو غيرها من الصناعات المختلفة. أول بداية عندنا عشان نفهم الكورس بتاعنا إن إحنا نفهم إيه معنى عنوان الكورس، إيه معنى كلمة فلويد ميكانيكس. فلويد ميكانيكس عندنا كلمتين، الكلمة الأولى كلمة فلويد، إيه هو أصلا الفلويد؟ عشان نفهم فلويد فإحنا محتاجين نفتكر الفيزز بتاعت أي سابستنس بتكون موجودة. طب إحنا عارفين إن أي مادة بتكون موجودة عندنا بتكون موجودة في صورة من ثلاث صور، يا إما بتكون سوليد، يا إما بتكون ليكويد، يا إما بتكون جاز. إحنا بقى عندنا العيلة بتاعت الجاز والليكويد هم دول اللي بيكون اسمهم فلويد. يبقى كلمة فلويد المقصود بيها ان احنا بنتعامل مع جاز او ان احنا بنتعامل مع ليكويد. لو جينا دلوقتي نفرق بين السوليد والفلويد، ليه السوليد ما اتجمعش معاهم، ما اتخدش كده مع الليكويد والجاز وبقى هو كمان داخل تبع السوليد، او بمعنى تاني ليه ان السوليد ليه دراسة لوحده والفلويد ليها دراسة لوحدها؟ قالك السبب الأساسي أو الفرق الأساسي اللي موجود ما بين السوليد والفلويد هي إن الفلويد do not resist deformation، المواد بتاعة الفلويد بتاعتك هي مش بتقاوم عملية التشكل. يعني بطريقة تانية مثلا إن هم إيه they deform continuously، بتتشكل بشكل مستمر، وكمان change their shape، بيقدروا يغيروا الشكل بتاعهم under the effect of an applied shear stress، تحت تأثير أي قوة بتكون موجودة عليهم. يعني مثلا لو انا عندي جسم بالمنظر دوت كان سوليد وانت جيت اثرت عليه بقوه اف، والقوه اف ديت كانت موازيه او كانت تانجنت للسطح بتاعه زي ما هو واضح في الشكل دوت، فالماده اللي هي السوليد ديت مش هتتشكل معاك، تمام، هتقاوم العمليه بتاعه التشكل، هتفضل محتفظه بالشكل بتاعها، ولو حصل لها حتى تشكل ولو بسيط مش بترجع للوضع الاصلي بتاعها مره تانية. اما بالنسبه في الفلويد، تمام، اللي هو الشكل الجديد اللي حصل، انت اول ما اثرت بفورس اف، الفورس اف ديت هيبدا ان الفلويد يتشكل بسهوله جدا نتيجه طبعا للفورس اللي احنا بنأثر بيها ديت. فده الفرق الاساسي ما بين السوليد والفلويد، هي فكره الديفورميشن، مين فيهم بيقاوم الديفورميشن، ده اللي هو السوليد، لكن الفلويد دو نوت ريزيست الديفورميشن. فعشان كده مجال دراسه دوت مختلف تماما عن مجال دراسه ده. برضو لو هنبص على ناحية الموليكيولز أو الجزيئات ما بين التلاتة، فديت مثلا صورة بتمثل شكل الجزيئات أو الموليكيولز المختلفة في كل فيز، A اللي هو السوليد، B اللي هو الليكويد، C اللي هو الجاز. ففي الشكل عندنا C بنلاحظ إن الموليكيولز بتموف about at random motion، الجزيئات في حالة الغاز بتكون بتتحرك دايما في حركة كده عشوائية، مسافات كبيرة بين الجزيئات وبعضها، مفيش ترابط بين الجزيئات وبعضها، الحركة بتكون أسهل بكتير. اما في الليكويدز برضه بيكون في حركه، ولكن الجزيئات بتتحرك كمجموعات مع بعض فبتلف حوالين بعضها، او المجموعات دي بتتحرك حركه هي بتكون about each other حوالين بعض، ما فيهمش حريه الحركه بتاعه الجزيئات اللي موجوده في الجاز، لا هنا ممكن كل كام جزيء عاملين جروب والجروب ديت بيتحركوا مع بعض، ده في حاله الليكويد. اما في الحاله بتاعه السوليدز الموليكيولز بتكون ثابته، تقريبا ثابته، الحركه بتاعتها بتكون بسيطه جدا، تمام، فهي الحركه بتكون وهي ثابته في مكانها بتكون كانها تذبذب في المكان بتاعها، وده بيحصل او الفرق بتاع حركه الجزيئات بيحصل نتيجه الانتر موليكولار بوند اللي هي الترابط او التماسك ما بين الجزيئات وبعض، فبيكون اقوى حاجه جدا في السوليدز بعد كده في الليكويد، وطبعا بيكون اضعف في الحاله بتاعه الجاز.
برضو لما نيجي ندرس الفلويد هنلاقي قدام في الشابترز بتاعتنا ان في بعض المعادلات اللي بتنطبق على الليكويد وبتنطبق على الجاز، تمام؟ فبرغم حتى ان هم عيله واحده مع بعض اسمها فلويد، ولكن في فرق بيكون موجود ما بين الليكويد والجاز. من مثلا الفروقات اللي موجوده بينهم فكره ان اي ليكويد لو انت حطيته مثلا في كوبايه هيكون له نهايه، فدايما بيكون في كده ايه السطح العلوي بتاعه اللي هو بيكون معرض للهواء على سبيل المثال، ده بيكون اسمه الفري سيرفس. ده مثلا مش بيكون موجود في الجاز، لان الجاز بطبيعته هو بيشغل الحجم اللي بيكون موجود فيه، يعني الجاز expand to fill the entire available space. والله حطيت شوية الجاز في ازازة صغيرة يبقى الفوليوم بتاع الجاز هو فوليوم الازازة الصغيرة، حطيت الجاز في اوضة كبيرة يبقى الفوليوم بتاع الجاز هو الفوليوم بتاع الاوضة الكبيرة اللي موجودة عندنا. فيبقى احنا دلوقتي نمسك الكلمة بتاعت الفلويد ميكانيكس الموجودة عندنا، فنقدر نقول ان كلمة الفلويد فهي المقصود بيها الليكويد او مقصود بيها الجاز. الدراسة بتاعت الجازز دي لوحدها بتنقسم لنوعين، ان حضرتك ممكن تدرس الجاز at low speed، جاز بيتحرك بسرعة بطيئة، او جاز at high speed، الجاز ده بيتحرك بسرعة عالية. لو احنا هنتكلم على جاز، الجاز ده at high speed، فالجاز ده بيتصنف ان هو compressible، قابل للانضغاط. ولكن لو احنا عندنا جاز at low speed او liquid، الاتنين دولت مع بعض كده بيتسموا incompressible، غير قابلين للانضغاط، مش بيتأثروا يعني بالضغط عليهم. دي كده الفكرة بتاعت او الكلمة الاولى في العنوان الكورس بتاعنا في الود. ايه بقى معنى كلمة ميكانيكس؟ كلمة ميكانيكس هي عبارة عن كلمتين مع بعض، يعني ميكانيكس عبارة عن statics وداينامكس. طب يعني ايه statics ويعني ايه داينامكس؟ statics معناها ان الفلويد اللي احنا بندرسه دوت بيكون at rest، يعني ثابت في مكانه مش بيتحرك. اما داينامكس معناها ان الفلويد بيكون in motion، الفلويد بيتحرك. فبالتالي في بعض الكتب بيكون اسمها فلويد ستاتكس، هي بتدرس الفلويد وهو ساكن في مكانه. في كتب وكورسات بيكون اسمها فلويد داينامكس، هي بتهتم بدراسه الفلويد اللي موجود في الحركه. احنا الكورس بتاعنا المومنتم اسمه فلويد ميكانكس، يبقى احنا بندرس الاستاتكس وبندرس الداينامكس، يعني احنا بيهمنا ان احنا نفهم البيهيفير بتاع الفلويد وهو ثابت او حتى هو بيتحرك. هنا بقى في حاجه مهمه جدا، بعض المسميات بتكون موجوده يعني وبتفرق معانا يعني فهم احنا ايه الكيس اللي موجود عندنا اللي احنا بندرسه. لو حد مثلا سمع كلمه جاز داينامكس، جاز داينامكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن جاز، بس مش اي جاز، ده الجاز اللي بيكون ات هاي سبيد او اللي احنا اتفقنا اللي هو كومبريسبل وبيكون موجود في حاله حركه. يبقى لو حضرتك بتدرس جاز ات هاي سبيدز او اللي هو كومبريسبل جاز، والكومبريسبل جاز ده بيكون ان موشن، يبقى المجال دوت من العلم بيكون اسمه الجاز داينامكس، وده في منه سب كاتيجوري كده بيكون اسمها ايروداينامكس، وهنتكلم دلوقتي هي بتهتم اكتر بدراسه ايه. طيب لو احنا مثلا اخدنا الانكمبريسبل، ايه الانكمبريسبل؟ اللي هو الجاز ات لو سبيد او اللي هو الليكويد. لو بندرس الاثنين دولت كويس وكانوا في حاله حركه، فيبقى احنا بندرس حاجه اسمها هيدروداينامكس. يبقى كاننا بنقول ان الكومبريسبل جاز في حاله حركه دراسته اسمها جاز داينامكس، انكمبريسبل جاز اللي في حاله حركه الدراسه بتاعته بيكون اسمها هيدروداينامكس، وعندنا في سب كاتيجوري من الهيدروداينامكس بيكون اسمها الهيدروليكس. فلو احنا عايزين نرتب الشكل بتاع الفيجر دوت اللي قدامنا، في نقول ان علم الميكانيكس هو واحد من اقدم الفيزيكال ساينس اللي بيكون موجود عندنا. بيدرس ايه؟ بيدرس الحد الفلو بيهيفير اللي بيكون اترست او اللي هي بيكون اسمها ستاتكس، او الموفينج بودي او الموفينج فلويد ده اللي بيكون اسمه دايناميك تحت تاثير الفورسز المختلفه. الفلويد ميكانيكس ممكن تقسم لسب كاتيجوريز كتيره جدا، منها الهيدروداينامكس اللي هي دراسه الانكمبريسبل فلويد اللي بيكون موجود في حاله حركه، او الجاز داينامكس اللي هي دراسه الكمبريسبل فلويد في حاله الحركه. احنا قلنا عندنا في فرع من الهيدروداينامكس اسمه الهيدروليكس، ده بيهتم بدراسة الليكويد اللي بيكون بيجود بيمشي في بايب او بيمشي في اوبن تشانل فقط، اي حاجة تانية لا مش بيكون اسمها هيدروليكس بقى، فتحت التصنيف او تحت الكاتيجوري الاساسية اللي اسمها هيدروداينامكس. ولكن لو في ليكويد بيمشي في بايب او في اوبن تشانل فده بيكون هيدروليكس. طيب في برضه سب كاتيجوري من الجاز داينامكس اللي هي اسمها الايروداينامكس، دي اللي بنهتم بيها بدراسه الجاز حوالين الاجسام المختلفه واللي بتتحرك بسرعات مختلفه، زي مثلا عربيات، زي الطيارات، زي الصواريخ. فلو احنا بندرس طبقات الفلويد اللي بتحيط الحاجه اللي هي بتتحرك ديت، فالمجال دوت بيكون اسمه الايروداينامكس.
ده كده فيديو حاولنا ان احنا نوضح فيه ايه هو المقصود بكلمة فلويد ميكانيكس، ايه معنى كلمة فلويد، ايه معنى كلمة ميكانيكس، ايه هي برضو فكرة عامة عن التطبيقات المختلفة، او ليه مهم ان احنا ندرس الفلويد ميكانيكس. هنقف في الفيديو ده عن كده وهنكمل ان شاء الله باقي التشابتر في الفيديوهات الجاية.